أهلا بكم في العدد الأخير للموسم الرابع لبرنامج ريلي إيكونومي. أنا مايتريسي تارامان. لاختتام رحلتنا سنتحدث عن بداية حقبة جديدة للاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي. بدأ التكامل الاقتصادي الأوروبي في الخمسينيات. بعد بضعة عقود تم توقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي والنقدي كما نعرفه اليوم، وتم تحديد إدخال وتداول اليورو. لكن بينما تتهيئ المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، حيوية التكامل تواجه بعض التحديات، إنها تحديات البقاء. سنبدأ بتوضيح الصورة التي نتحدث عنها. الاتحاد الاقتصادي والنقدي يهدف إلى دمج يوهان وناتالي وجوديث وبيير في ناد واحد. على الرغم من اختلاف السياسات والاقتصادات الوطنية، هذا الاتحاد الاقتصادي والنقدي يمنحهم عملة موحدة إذا استوفوا شروط الانضمام. البنك المركزي الأوروبي مفتاح الاتحاد النقدي الأوروبي، يحدد السياسة النقدية وأسعار الفائدة وأهداف التضخم التي تساعد الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها، وهناك شبكة إنقاذ لمساعدة الجميع إذا ساءت الأمور. هذا التكامل يساعد يوهان على بيع جبنه في جميع أنحاء أوروبا، أي في سوق أكبر. ناتالي زبونة لا تتحمل تكاليف تحويل العملات أو الرسوم، وجوثيت تخلق وظائف مثل بيير. تذوق الجبن في أنحاء منطقة اليورو، 19 دولة عضو باستثناء الدنمارك التي هي خارج العملة الموحدة والحالة الخاصة للمملكة المتحدة، هذه هي الدول السبع التي لا تنتمي إليه. كان على الاتحاد الاقتصادي والنقدي تحقيق النمو في أوروبا، لكن الأزمة المالية كشفت أوجه القصور فيه وسلطت الضوء على التحديات التي يواجهه. أننا في زغرب عاصمة كرواتيا، آخر دولة انضمت للاتحاد الأوروبي وربما المقبلة للانضمام لمنطقة اليورو. عدد سكانها 4.2 مليون نسمة. الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 48.7 مليار يورو، وقد ينمو في السنوات المقبلة. كرواتيا لا تزال لديها عملتها وهي الكونة. سنسأل محافظ البنك المركزي عن القدرة التنافسية للاتحاد الاقتصادي والنقدي. القدرة التنافسية موجودة لأن الناس يستطيعون القيام بأشياء أفضل من غيرهم وأرخص وغير ذلك. بالتأكيد سعر الصرف مهم جدا في التجارة الدولية، لكن في أغلب الأحيان لا يوجد سعر صرف في التجارة. الاتحاد النقدي الأوروبي يريد حماية دافع الضرائب، هل هذا يشكل عقبة أمام انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو؟ لا أعتقد أن هذا سيكون عقبة لانضمام كرواتيا. حماية أموال دافعي الضرائب أمر شعبي. علينا أن نكون حذرين بالنسبة للأصول التي يجب أن تمتلكها البنوك للإنقاذ الداخلي، أن نكون حذرين في كيفية وضع هذه الآليات، بيد أن الإطار لم يحدد تماماً لغاية الآن. الشيء الأساسي الثاني لمنطقة اليورو للوحدة المصرفية هو وجود رقابة يقظة وقواعد فعالة. حتى من دون الانضمام إلى نادي اليورو في العام الماضي، سجلت كرواتيا أكبر انخفاض للبطالة في أوروبا، وهذا ما سيكون عليه الحال هذا العام أيضاً. إذن كرواتيا كبولندا لا تحتاج للانضمام إليه لإيجاد فرص العمل. تستخدمون الكونة وتريدون الانضمام إلى اليورو، كيف يمكن إيجاد فرص للعمل؟ من خلال خفض أسعار الفائدة نعزز الاستثمار. كل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى وضع البلد، والمخاطر الرئيسية للاستثمار هو انخفاض العملة. إذن اليورو يطمئن المستثمرين، إنه يعزز التجارة بنفس العملة لعدم وجود مخاطر التحويل. كل هذه الأمور تعزز الاستثمار والتجارة، وبالتالي تساعد على خلق فرص للعمل. الجميع متفق على أن هناك الكثير من التحديات، وأن أوروبا تقف الآن على مفترق طرق. معنا بيير موسكوفيتشي المسؤول عن استقرارنا الاقتصادي والمالي واليورو هنا في المفوضية الأوروبية، سيحدثنا عن الخيارات الحالية. السؤال الأول، كيف يمكن إعادة الاتصال بالمواطنين وتعزيز الاتحاد النقدي الأوروبي في بيئة كهذه؟
لا أقول أن الوضع مثالي، لكن أود أن أقول لهم لننظر إلى ما حصلنا. لدينا البنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو، هناك قرارات مشتركة خاصة بالنسبة للدول التي تواجه صعوبات. المشكلة هي أن اليوم لدينا الكثير من الانضباط، لكن لدينا أيضا الكثير من الاختلاف. لو كان الوضع جيد في شمال أوروبا فقط وضعيف في الجنوب، دول الشمال ستقول لماذا ندفع لهؤلاء الكسل، وفي الجنوب يمكن لهم أن يلاحظوا أن اقتصادهم يضعف مقارنة بالشمال. لهذا علينا بناء التقارب. هذا يعني أن بعض الاقتصادات تبذل جهداً، لكن بعض الدول الأخرى التي لديها إمكانية المناورة فيما يتعلق بفائض الحساب التجاري يمكن أن تستثمر أكثر من غيرها. وبإمكاننا أن نقول أن 19 دولة ولا ربما أكثر في منطقة اليورو حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد، كل الدول الأخرى باستثناء الدنمارك تستطيع الانضمام إليها إذا أرادت وإذا استوفت المعايير المطلوبة. هذا يدعو إلى الافتراض أن أوروبا ستسير بسرعتين بل بسرعات متعددة مستقبلاً. ماذا يعني هذا بالنسبة للمواطنين؟ أحياناً الذين يريدون السير أسرع عليهم امتلاك القدرة على تحقيق ذلك. هذا ما قمنا به مع اليورو ومع شنغن أيضاً. لذا لا أفكر بأوروبا بسرعتين، هذا ليس عادلاً، لكن أؤمن بتحالف الإرادات. ما هي العناصر العملية لأوروبا بسرعة متعددة؟ عددة بالنسبة لليورو، سيكون هنا يورو أول ويورو ثاني. حين نخلق اتحادا مصرفيا نحرص على حماية مصالح من هم خارج منطقة اليورو. لذا فإن أوروبا بسرعات متعددة لا تعني يورو بسرعة متعددة. مثال آخر، ضريبة المعاملات المالية، ليس بإمكاننا القيام بذلك في 28 بلدا، آمل أن نتمكن من القيام به في 10 دول مثلا. نريد أن نظهر أنهم من الأفضل أن نكون في النادي وليس خارجه. رأينا أيضاً أن عناصر رئيسية كتقاسم المخاطر تثير الكثير من الجدل. بريكزيت هو التحدي الداخلي الرئيسي الذي يواجهنا بطريقة ودية، لأننا بحاجة للحفاظ على العلاقة مع المملكة المتحدة. هناك تحديات خارجية أيضاً. دونالد ترامب يعد تحدياً حين ننظر في الطريقة التي يتحدث فيها عن التعددية أو الحمائية. بوتين هو تحد خارجي آخر، وهناك الإرهاب وقضية اللاجئين. أعتقد أن الوضع الراهن ليس خياراً. إذا بقي الوضع هكذا، أعتقد أن القوى التي تميل إلى فك نسيج الاتحاد ستكون قوية جداً. ما مدى خطر إمكانية تفكيك الاتحاد الأوروبي؟ الخطر كبير. بعض الأشخاص كما في بلدي مع مارين لوبين يريدون أن تخرج فرنسا من أوروبا من اليورو. بصراحة أوروبا ويورو بدون فرنسا لا معنى له. لذا أقول لمؤيدي أوروبا، لا تشعروا بالخجل، لا تشعروا بالخجل لأنكم أوروبيين، بل بالفخر. افتخروا بما قمتم به وأيضا بما يمكنكم القيام به. بهذا ننهي هذا البرنامج. شكرا لك وشكرا لمشاهدينا لهذا الموسم. ألقاكم قريبا.